كل من أعطى يعني أو من تعاطى المخدرات، كل من تعاطى المخدرات أتمنى أن يعلم تماما أن هناك مراكز ممكن تعالج المتعاطي وتأهل يعني أو تأهيل صحي جيد، لكن شرط واحد، أن تكون عند هذا الذي يعني تعاطى فأدمن، أن تكون عندي الإرادة القوية على الانتصار على النفس، لأن جهاد النفس هو الجهاد الكبير، والإنسان الذي يتغلب على يعني رغباته وشهواته النفسية وتكون ويكون عنده إصرار يستطيع يخرج من هاي المشكلة. ومرت حالات يعني في ناس تورطوا ثم عقدوا العزم على أنهم يتركون هذا الما يعني هاي المشكلة ماضي وراهم وينسون كل ما حدث لهم ويعودون إلى الحياة من جديد. أنت تستطيع يا متعاطي على المخدرات وأدمن، تستطيع أن تعود للحياة من جديد إنسان قوي إذا كنت قوي الإرادة. عينك على العالم.